بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله راح نحكي عن الماترنال فيزيولوجي، موضوع جدا بسيط وسهل إن شاء الله. أوكي، أول ما نبدي فد مقدمة بسيطة، إن الإمرأة من تصير بريجننت راح تصير بها عدة تغيرات فسلجية طبيعية على مود تقدر تغذي هذا الطفل اللي هو عبارة عن باراسايت داخل بطنها، وعلى مود تحافظ على نفسها بالبريجنسي. كل التغيرات اللي تصير هي بهدف الحفاظ على ديمومة هذا الكائن اللي ببطنها. راح نشوف التغيرات واحدة واحدة. أول شيء نبدأ به هو الكارديوفاسكولار تشينجز. على مود هذا البيبي يجي دم كافي، لازم شي يصير بالدم مال الأمية، لازم الفوليوم مال الدم يزيد، مو؟ فأول شي يزيد عندها، أول شي يزيد البلازما فوليوم. البلازما فوليوم راح يزيد بنسبة 40 إلى 50%. زيادة البلازما فوليوم راح تفوقها زيادة بالار بي سي كاونت، لكن الار بي سي كاونت الزيادة مالتها ما تتلائم ويا زيادة البلازما. هي راح تزيد صحيح، لكن راح تزيد بنسبة أقل من البلازما، راح تزيد بنسبة 30 إلى 40% تقريبا. هاي البلازما راح تزيد بنسبة 50%، فالبلازما فوليوم راح يزيد، الوايت الار بي سيز راح تزيد، والوايت بي سيز هم راح تزيد، الهارت بيت راح يزيد من 10 إلى 15 بيت بير مينيت. زين، the major hemodynamic changes induced by pregnancy include an increase in the cardiac output and reductions in the systemic vascular resistance and systemic blood pressure. على مود نزيد الدم اللي يجي لليوترس ويجي للبيبي، لازم الهارت ريت يزيد، ولازم البريفرال فاسكولار ريزيستنس تقل. على مود الدم اللي يوصل للرحم والبلاسنتا يزيد. نتيجة البريجنسي هرمونز اللي هم الاستروجين والبروجستيرون بالبريجنسي، ايش راح يصير بالبلاد فيسلز؟ راح يصير بها دايليتيشن. فبداية البريجنسي البلاد بريشر راح يقل، اقصد بداية البريجنسي لحد 20 اسبوع تقريبا. وبعدين وراها يرجع للبلاد بريشر الطبيعي. الهارت ريت راح يزيد باي 10 تو 15 بيتس بير مينيت. الايبكس بيت ويل بي شيفتد تو ذا فورث انتركوستال سبيس 2.5 cm outside the mediclavicular line as the heart is pushed upwards outwards with slight rotation to the left. زين، الكاردياك سلويت، سلويت يعني شنو؟ يعني صوره، يعني الشبح مال القلب، شكل القلب بالاشعه متسوي اكس راي. السلويت راح يبين وكانه كبير. ليش؟ بسبب هذا التغير، الشيفت مال الايبكس تو ذا فورث انتركوستال سبيس، لان الهارت راح يندفع. ليش راح يندفع؟ راح يندفع باليوتراس، وراح يصعد، وراح يدفع الباول، وراح يدفع الدايافرام. فايش راح يصير بالهارت؟ راح يفتر. ماركتلي انلارج كارديك سلويت از نوت نورمال ان بريجننسي. زين، ايش راح يصير بالكارديوفاسكولار تشينجز ايضا؟ اكزاجيريتد سبليتنج اوف ذا فيرست هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند ينتج عن شنو؟ ينتج عن الكلوجر اوف ذا ترايكاسبيد والميترال فالفز، الميترال والترايكاسبيد فالف. فايش راح يصير بالفيرست هارت ساوند؟ راح يصير لاود. السكند هارت ساوند از نورمال. السكند هارت ساوند من يجي؟ معكم احكوا. عافيه، كلوجر اوف ذا ايورتيك اند بالمونري راح يصير نورمال، لكن الفيرست هارت ساوند راح يصير باكزاجيريتد سبليتنج وراح يصير لاود. ليش عود لاود؟ هو مين يجي الفيرست هارت ساوند؟ كونتراكشن اوف ذا فنتريكل تروس كلوجر مال المايترال والترايكاسبيد نتيجه الكونتراكشن مال الفنتريكلز.
لأن blood volume عالي. فش راح يصير بي؟ راح يصير loud. زين. A third heart sound loud and easily auscultated. A third heart sound من يجي؟ ممكن من الميتال ريجرج. A third heart sound. Third heart sound. A blood flow. عفية. من ال passive blood flow through the tricuspid وال bicuspid valve. الميترال والتريكاسبيد مو يفتح يجي الدم بسرعة يدخل الطبة مال الدم التشبة مال الدم من الاتريام للفنتريكل مو يطب هيجي يطلع صوت يسموه الثيرد هارت ساوند يعني مو ما ينتج عن كلوجر مال فالز فهمتوا اول ما يفتح الميترال والتريكاسبيد مو يفتح الفالف يجي الدم من الاتريام للفنتريكل يدخل الدخل موشن تسوي الثيرد هارت ساوند زين ملاحظه مهمه كل المرمرز بالبريجننسي از اب نورمال ا بارت اوف ذا اجكشن سيستوليك مرمر فش يصير شنو هي النورمال جريد 2 سيستوليك اجكشن مرمر از اودبل ان ذا ايورتيك اور pulmonary area at about 10 to 12 weeks due to the expanded blood volume It disappears in the beginning of the postpartum period. Continuing hissing murmur audible over the tricuspid area and the second and third intercostal spaces known as the mammary murmur. None of the arrhythmias are normal during a pregnancy. Their presence indicates a heart disease. وكل الرجرج هو abnormal with a pregnancy. عندنا murmur بالبلمونري والايورتيك اريا از نورمال اوكي الايكو نشوف بي نشوف انكريز ليفت اتريال اند فنتريكولار دايامترز ليش عود عشان انكريز الفوليوم مال البلاد زادت البلازما عافيه انكريز بالارك كاردياك اوتبوت عافيه الاي سي جي تنتبهوا على هاي المعلومه شوز ليفت اكسس ديفيشن ليش مو رايت اكسس ديفيشن ليش ليفت اكسس ديفيشن ليفت فنتريكولار هايبرتروفي لا غلط ما يصير هايبرتروفي ليشن تو ذا ليفت لان الهارت مو ديفيشن اصلا دكتور هو يصير روتيشن تو ذا ليفت عافيه مو قلنا الايبكس بي عافيه لان راح يصير بها روتيشن الهارت كله راح يندفع للليفت بالديافرام والريوتراس راح يصعد الديافرام راح يدفع وياه فراح يصير ليفت اكسس ديفيشن فهمتوا سهله طبعا هذا السؤال دائما يجي بالامتحانات فحفظوه الله يخليكم الكارديو فاسكولار تشينج السؤال سهل وبكل الامتحانات يجي زين حفظوه كاساي وحفظوه كام سي كيوات زين فرقوا كارديو فاسكولار تشينجز وهيماتولوجيكال تشينجز كارديو فاسكولار تشينجز الهاي اللي تشوفوها هسه مال ايبكس بيت والايكو والاي سي جي والمرمرز والهارت ساوندز الهيماتولوجيكال تشينجز تختلف شنو الهيماتولوجيكال تشينجز اللي هسه قلناها مال بلازما فوليوم بلازما فوليوم راح يزيد ايش قد 30-50% 30-50% الريد بلاد سيل ماس ايش راح يصير بيها هم راح تزيد بس راح الزياده مالتها اقل من البلازما فوليوم راح تزيد 20-30% الهيموغلوبين كونسنتريشن راح يصير مخفف will be decreased rest cell life span decreased slightly erythropoietin increased mean corpuscular volume increased slightly platelets count faster with platelets تسمعوني دكتور ما تتغير غيرت بلاتلت ماذا شنو مدى غير ها دكتور يقصد ما تتغير على لا غلط مو ما تتغير بس هذا السلايد طالع عندكم اي دكتور غير ما هيماتولوجيكال تشينجز اي عافيه البلات شنو ممكن ان يصير بيها يا اما نو تشينج او يصير بيها ديلوشن فصير ديكريز سلايد ديكريز مو هذا قدامكم السلايد تشوفوه لو لا
تدقعوه؟ اي نعم دكتور دنشوف. زين الوايت بي سيز ايش راح يصير بيها؟ تزيد نيوتروفيلز تزيد الليمفوسايت والمونوسايت والبيزوفيلز والايزينوفيلز كل يتهنوا نو تشينج تو ديجريز سلايتلي نو تشينج مو مهم هذا الني لكن الوايت بي سيز مهم بيها الوايت بي سيز بصوره عامه انكريز احفظوها هيجي الوايت بي سيل كاونت يزيد زين دكتور هسه البروترون بين تايم ايش راح يصير بيه؟ بشنو؟ بالنمبر لو بالسايز يعني نمبر لا بالنمبر طبعا الكاونت 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 دكتور بس ليش زادت الوايت بي سي؟ اه انت قول لي ليش زادت يعني دكتور هو كمناعه اميونيتي لو كصار تحفيز للبون مره عشان الهوسه هاي يمكم لو يمي لا تزيد الوايت بي سيز لان واو اسمع البريجننت هي اميون كومبرومايزد اوكي اميون كومبرومايزد بفعل السيتوكاينز وفعل البريجننسي هرمونز فتزيد الوايت بي سيز على مود تعوض عن هذا الاميون عن هذا الاميون انكومبتنسي تزيد الوايت بي سيز على مود تهاجم اي انفكشن اي شيء فهمتني لكن اذا تلاحظ انه الليمفو بس النيوتروفيلز تزيد الليمفوسايتس المونوسايتس البيزوفيل كلها تقل يا اما ما تتغير او تقل زين هاي معلومة مهمة بصورة عامة الكلوتينج فاكتورز شو يصير بيها بالبريجننسي شو تتوقعون تزداد دكتور شو يصير بالكلوتينج فاكتورز عافية زيد دكتور تزداد حتى تتعوض الديليوشن اللي صار لا الديليوشن صار لا غلط تزداد حتى شنو حتى تزداد حتى تقلل الريسك مال بليدنج حتى تقلل الريسك مال بليدنج ديورينج بريجننسي وعلى مود تقلل الريسك مال بليدنج افتر ديليفري فهمتوا يعني مو من اقل طخه الابدو من تنطخ يصير بليدنج مو من اقل طخه البلاسنتا يصير بليدنج شلون احاول احافظ على شلون احافظ على الهيموستاسيس يسموه يعني شلون امنع النزيف لازم الكلوتينج فاكتور شو يصير بيها تزيد اوكي فالبريجننسي هي هايبر كوجولابل ستيت يعني الكلوتينج فاكتورز عندها تزيد والناتشرال انتي كوجولانس ايش راح يصير بيها الناتشرال انتي كوجولانس من هم الناتشرال انتي كوجولانس بروتين اس بروتين سي ايش راح يصير بيهن تقل دكتور يقلل فبصوره عامه شنو هم الكلوتينج فاكتورز اللي راح يزيدون الفولمول براند فاكتور الفايبرينوجين فاكتور 2 فاكتور 7 فاكتور 8 فاكتور 10 فاكتور 12 فاكتور 13 كلهم يزيدون الريزيستنس تو اكتيفيتد بروتين سي يزيد يعني هو ناتشرال انتي كوجولانت الريزيستنس للناتشرال انتي كوجولانت يزيد البروتين اس يقل وهكذا كلها شنو فائدتها فائدتها انه نمنع البليدنج اثناء البريجننسي ونمنع البليدنج افتر ديليفري سهله سهله زين الريسبيرتوري ريت ايش راح يصير بالبريجننسي هل راح يزيد لا ما راح يزيد الريسبيرتوري ريت نفسه لكن التايدل فوليوم والمينت فنتيليشن راح يزيدون التايدل فوليوم اللي هو الاماونت اوف اير انسبايرد وذ ايرج انسبيريشن The respiratory changes in summary, ايش راح يصير؟
التايدال فوليوم حفظوهن ذني، يجن بالامتحانات ويجن بكل مكان. التايدال فوليوم، المينت فنتيليشن، الاكسجين ديماند، الاكسجين كونسامشن، and airway conductance increase considerably in pregnancy. ليش عذولة دي يزيدون؟ على مود يزيدون الاكسجين اللي يوصل للبيبي. حفظوهن. Tidal volume, minute ventilation, oxygen demand, oxygen consumption, and airway conductance increase considerably in a pregnancy. زين. The respiratory rate ما راح يتغير. The vital capacity نفسها. Inspiratory capacity نفسها. Inspiratory reserve volume remains unchanged. زين. لعشان راح يقل. مو راح يصعد اليوترس يدفع الديافرام فوق، راح يجعصها لللانج. ايش راح يصير؟ الريزيجوال فوليوم والتوتال لانج كاباسيتي والفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي اند اكسبيريتوري ريزيرف فوليوم كله يقل. يعني اي شيء احتياطي راح يقل، الريزيجوال فوليوم راح يقل، التوتال لانج كاباسيتي راح تقل لان راح تجعص من جوه، functional residual capacity راح تقل، expiratory reserve volume راح يقل. حفظوهن. tidal volume minute ventilation oxygen. أهو دكتور شنو تقصد بالminute ventilation؟ minute ventilation يعني amount of air inspired and expired within one دكتور علاش المينت فنتيليشن ازداد بس الريسبيراتور ريت انشينج؟ يعني غير مفروض الريسبيراتور ريت هي صوت المينت فنتيليشن؟ لا مو هي هاي، هنا الخدعه. المينت فنتيليشن دي يزيد لان التايدال فوليوم دي يزيد. شلون دي يزيد التايدال فوليوم؟ دي يصير برونكيولر دايليتيشن، البرونكيولز تتوسع، كميه الهواء اللي دي يدخل دي يزيد، الفوليوم دي يزيد، هواء الداخل كميته دي تزيد، لكن الريسبيراتور ريت نفسه. تمام. احنا ايش راح نقول؟ راح نقول التايدال فوليوم، ما راح نقول الدايمتر مال برونكاي، نقول التايدال فوليوم اللي هو فوليوم اوف اير انسبايرد وذ ايتش انسبيريشن. تمام دكتور. التايدال فوليوم على شنو يعتمد؟ فرق التايدال فوليوم عن المينت فنتيليشن. تايدال فوليوم الفوليوم اوف اير inspired in each breath واحد، minute ventilation كمية الهواء الداخل والخارج within one minute، مو بالنفس الواحد. فهمت؟ in one minute in one inspiration، minute ventilation in one minute يعني دقيقة كاملة من التنفس. فهمت؟ تمام دكتور فهمت. سهلة هاي التعريف، ترى أنا كلها كاتب لكم إياها هسه بالمحاضرة يعني بالتفاصيل. ألكم صدق المحاضرة وين أدز لكم إياها؟ جوا نزل على كلاس. على كلاس نفسه؟ إيه على كلاس، والكلاس مال جايني. أوكي عاشتي لك. تمام. زين. Vaginal changes in the pregnancy. شنو هي vaginal changes in pregnancy؟ Increased vascularity and hyperemia causes violet color of vaginal mucosa. قبل كان يسموها، ما كان عندهم pregnancy test، شلون يعرفون هاي الامرأة بالearly pregnancy؟ راح يتغير لون الفاجينا، راح تتحول الى لون بنفسجي. ليش؟ because increased vascularity and hyperemia. ايش راح كان يسموها هاي قبل؟ كان يسموها Chadwick sign. الفاجينال ميوكوزا ايش راح يصير بيه بالبريجننسي؟ راح يثخن. والفاجينال وول سموث ماسك. معكم يلا فكر. is violet color of the vaginal mucosa. اسمها Chadwick sign. The vaginal mucosa thickens and vaginal wall smooth muscles undergoes hypertrophy.
واحد يجاوبني عديش الفاجينال ميوكوزا thickens and vaginal wall smooth muscles undergoes hypertrophy. دكتور الانسر كوترانكشن بسموث مصل يعني بترس كونتراكشن فاجينا مو دكتور بسبب التأثير المعات معنا فاجينا فاجينا شعل الوال سموث شنو؟ دكتور الاستروجين يزود الجروث مع اللابيا مينورا الفاجينا الميوكوزا مو الليبيا الفاجينا الداخلية الفاجينا ليش الميوكوزا مالتها تصير ثيك والمصل مالتها يصير ثيك عد ليش لان صار هايبر فاسكولارتي اعرف هذا اللي يصير هايبر فاسكولار هاي الفيزيولوجيكال تشينج بالفاجينا ليش ادري تاثير الهرمونات شنو فائدته شنو فائدته هذا للبريجنسي طريقة انه يمنع دكتور عنصر كونتراكشن ها دكتور حتى ليصير ابورشن دكتور حتى يتهيأ الجسم حتى يحمل الفيتس حتى يساعد الفيتس محمول قاعد بالرحم الفاجينا شعليها الفاجينا جوا الرحم فوق شنو الجواب دكتور ها دكتور حتى يتوسع خلال الدليفري الفاجينا يعني دكتور المهبل عافية على مود من يصير من اللور بيرث كانال اللور بيرث كانال مو الأبر بيرث كانال اللور بيرث كانال تتكون من منو تتكون من السيرفكس والفاجينا مو الفاجينا ديورنج ليبر من راح يفوت البيبي من خلالها شو راح يصير بيها راح يصير بيها داليتيشن راح يصير بيها تروما راح يصير بيها أبيزيوتومي يقصوها من جوا على مود يوسعون الانترويتاس فلازم شلون على مود تتحمل التروما شو يصير بيها لازم الميوكوزا تصير تك المصل في المصلز مالتها تصير فيرم زين هل تتوقعون انه هذا التشينج هل هو هذا عشوائي او تطور طبيعي ام هاي هندسه يعني رب العالمين هندسه للجسم بحيث يتحمل البريجننسي وفكر باقل التفاصيل مو صحيح هذا التغيرات الفيزيولوجيكال تشينجز هاي هندسه رب العالمين هندسها للجسم هاي مو تغيرات عشوائيه تصير هيك من لا شيء هاي مو تطور طبيعي دول جماعه التطور الطبيعي يقول لك صار وما ادري هذا هندسه دقيقه هندس رب العالمين كل لحظه كل تفاصيل على مود ينجح البريجننسي وعلى مود الدليفري مو بس ينجح البريجننسي على مود تجيب همينه ومينيمال مينيمال دامج زين تدرون اليوراينري بلادر ميوكوزا شو يصير بيها ما مكتوبه بالسلايد اليوراينري بلادر ميوكوزا مال المثانه شو يصير بيها تتحمل الضغط ام تكنينج تتحمل المصل مالتها هم يصير ثيك والميوكوزا تصير ثيك على مود تتحمل البريشر مال الهيد مال البيبي من ينزل ما يصير بها نكروسز سبحان الله هذا تطور طبيعي هذا لو هندسه هاي هندسه دكتور هندسه مو صحيح هذا خلق ابداع هذا بالخلق زين الفاجينال بي اتش ديكريزز يعني شو يصير بيكام مور اسيديك and varies from 3.5 to 6 هاي الفاجينال ميوكوزا عود ليش الفاجينال ال pH ليش يشقل دكتور ديفنس ميكانيزم تحمي من الأمراض الخارجية عافية acidic environment تصير hostile للبكتيريا تصير hostile للميكرو اورجانيزمز على مود لا تصعد تسوي infection بالسيرفكس وبالبيبي سبحان الله احسن الخالقين زين اللاكتوباسيلاي ايش راح يصير بيها اللاكتوباسيلاي هي بكتيريا عايشه بالفاجينا عددها راح يزيد عافيه لان هي تعيش على الجلايكوجين فراح تزيد على مود تسوي ديجريديشن للجلايكوجين الا بدها تحوله لاكتيك اسيد على مود يحافظ على الفاجينال ميوكوز ان فاجينال بي اتش اسيديك سبحان الله رب العالمين
لو كانت الفاجينا الميوكوزا الكالاين ايش راح يصير؟ بتكون انفكشن الفاجينا عافيه راح تصير تصير كلتشر ميديا فور بكتيريا يصير انفكشن. سبحان الله. زين الاندوكرين تشينجز ان بريجننسي. الاندوكرين تشينجز بالبريجننسي شلون تشتغل؟ راح تصير تغيرات بالاندوكرين سيستم على مود تضمن تحويل كل النوتريانتس من الماترنال بلاد للبيبي. ايش راح يصير؟ اول شيء يصير يصير انسولين ريزيستنس. ليش يصير انسولين ريزيستنس؟ اكو راح تحول الكلوز كلوكوز للبيبي توري يصعد الانسولين عن الكلوكوز. الانسولين ركزوا الانسولين هو انابوليك هرمون. انابوليك مسؤول عن عمليات البناء بجسم الانسان. فمن الام حامل البيبي احنا نريد البيبي ينمو مو نريد الام تنمو مو. فايش راح يصير؟ يزيد الانسولين ريزيستنس عن طريق الخطوات اللي هسه راح نحكيها. من يزيد الانسولين ريزيستنس فايش راح يصير؟ الانابوليك بروسيسز ان ذا ماترنال بودي راح تقل. فايش راح يصير؟ فالنوتريانس بجسمها راح تزيد. يعني ما تستخدمها تقوم وين تروح؟ تروح للبيبي. الامينو اسيدز تروح للبيبي، الجلوكوز يروح للبيبي. فبريجننسي is a state of insulin resistance caused mainly by the human placental lactogen. حفظوه human placental lactogen secreted by the placenta and other pregnancy hormones like estrogen, progesterone, prolactin, cortisol and prolactin. نفس which causes a state of impaired glucose tolerance. تسمعوني؟ دكتور الصوت كلش ده يقطع. وين وصلتوا؟ وين وصلنا؟ دكتور وصلنا للهيومن بلاسنتا لاكتوجين. اوكي هسه ارجع له. الهيومن بلاسنتا لاكتوجين شو يسوي؟ يسوي انسولين ريزيستنس بالماترنال بلاد. فايش راح يصير؟ It acts to ensure that glucose, amino acids, and other nutrients are continuously supplied from the maternal blood to the growing fetus through the placenta. راح يسوي insulin resistance بالأم على مود يعمل على دكتور صوت الصوت جاي يقطع دكتور كش ما جنسمع. دكتور الصوت ماشي. والأذر نوتريانس من دم الأم. دكتور الصوت يقطع. صار ما فهمنا ما الصوت قام يقطع كله ما فهمنا شيء.
يعاودها ايام الله لا يعاودها. وصلنا للرينال تشينجز. تمام. الرينال تشينجز شنو اللي يصير بالبريجننسي؟ حتى الويست برودكتس مال البيبي شو تطلع من جسمه؟ البيبي الويست ميتابوليك برودكتس مالته شلون تطلع من جسم البيبي؟ تطلع ثرو ذا بلاسنتا عن طريق الماتيرنال كيدني والليفر. اوكي؟ تسمعوني؟ اسمعني دكتور كامل. تسمعوني؟ اي دكتور ريني سمعت. اي فش يصير بالماتيرنال كيدني؟ الجلومر الرينال كيدني الرينال سايز راح يزيد من 1 إلى 1.5 سنتيمتر ديورينج بريجننسي. الجلوموريال فلتريشن ريت ايش راح يصير بيه؟ عم راح يزيد. زين بالفيزيولوجيكال تشينجز ديورينج بريجننسي بسبب هرمون البروجستيرون ايش راح يصير باليوريتر؟ راح يصير بي دايليتيشن بفعل السموث ماسل ريلاكسيشن افكت مال منو مال هرمون البروجستيرون. فايش راح تشوف؟ راح يصير هايدرو نفروسيس وهايدرو يوريتر ان بريجننسي. فاذا تشوف هايدرو نفروسيس وهايدرو يوريتر بالبريجننسي هذا نورمال مو الا ديو تو ستون اور اوبستراكشن. اوكي ولهذا السبب بسبب هذا الدايليتيشن كسايد افكت لهذا الدايليتيشن راح يصير اللور يورينال تراكت انفكشن كلش كومن. يعني سهول البكتيريا يصير صعود البكتيريا يصير سهل من اليورينري بلادر لليوريتر للكيدني بسبب هذا الدايليتيشن. اوكي سهل دكتور. الجاسترو انتستينال تشينجز يصير بيها عيني البروجستيرون سموث ماسل ريلاكسيشن افكت بس على اليوريتر لو على البقيه عم مو بس على اليوريتر لا على كل السموث ماسلز يسوي ريلاكسيشن. تمام حتى على الجاسترو انتستينال تراكت شي يسوي البريجننسي هرمونز على الجي اي تي تقلل الجي اي تي موتيلتي. فشي يصير بلوتينج يصير هارت بيرن يصير ديسبيبسيا كل هاي السايد افكتس من البريجننسي هرمونز بسيطه يعني هاي الجي اي تي تشينجز بسيطه مو مهمات لان هي بسيطه اصلا. السكين تشينجز بالبريجننسي راح يصير راح يصير هايبر بيجمنتيشن. بفعز ACTH بس اعرفها على الاقل السكين تشينجز النيل تشينجز الهير تشينجز هاي الاشياء ضروريه. اكو معلومه مهمه ما حد